سعر الفضة كام النهاردة؟ السؤال المتداول اللي انا بتسأل عليه كتير قوي. اعملوا سبسكرايب وتعالوا بينا نشوف. ازيكم عاملين ايه؟ انا جاي النهاردة اجاوب على السؤال المتداول سعر الفضة كام النهاردة. اول حاجة عايز اقولها لكم ان اللي بيسأل السؤال ده لو في المحل او مثلا في الشارع او اي حتة يعني سألني السؤال ده علي هو سعر الفضة كام النهاردة، للأسف يعني انا متأسف وتأسف بعرف ان هو مش فاهم في المهنة دي او مش عارف حاجة عن الفضة عامة. انا متأسف عامة بس هقولكم ليه. علشان سعر الفضة يا جماعة بيبقى اغلبيته ثابت قوي، يعني نادر جدا لما يختلف، مثلا ولو اختلف كمان هيبقى جنيه نص جنيه 2 جنيه. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني انتوا عارفين يا جماعة او انا شرحت في فيديوهات قبل كده ان سعر الفضة حاليا دلوقتي عامل 30 جنيه. 30 جنيه الحل اللي هو قلنا عليه قد كده ايه اللي هو 999 الاعلى عيار، ده برضه شرحته في فيديوهات تانية. لو عيل هيعلى كام مثلا 30 جنيه؟ هيعلى نص جنيه، جنيه، 2 جنيه، 5 جنيه بكبيره قوي يعني هيبقى 35 جنيه، ده في ايه؟ في جرام. يعني مثلا لو جبت خاتم فضه مثلا 3 جرام وعلي عيل سعر الفضه عامة عيلة 5 جنيه ف 3 جرام يبقى 15 جنيه، يعني 15 جنيه هو اللي غلي اللي زاد عامة. ففكرة الفضة ان هي مش في سعرها، مش في سعر معدن الفضة عامة، لا انا جاي بتكلم مش في معدن الفضة، مش في سعر معدن الفضة اصلا، انا بتكلم في المصنعية. الفضة بتعلى في مصنعيتها. يعني ايه في مصنعيتها؟ يعني في الجمارك اللي فيها، الشغل اللي بيتجاب من بره، الحاجات دي هي اللي بتغلى. يعني اغلبية الحاجات هتلاقوا ان دايما الفضة الايطالي والتركي اللي عامة المستوردة اللي بتيجي من بره هي اللي بتغلى ازيد عن الفضة المصري. الفضة المصري يعتبر نفس اسعارها يعني او قريبة او من اسعارها، هي ميداليات المصري، الخواتم المصري، السلاسل المصري، لكن المستورد هو اللي عمال بيغلى. ليه؟ عشان الجمارك والحاجات اللي احنا بنجيبها من بره والشغل ده عامة يعني. فلو عايز تيجي تسأل وتعرف فعلا سعر الفضة كام النهاردة ما تسألش السؤال ده، قول له لو سمحت هو الجرام كام دلوقتي؟ او بتتدرب على الجرام في كام؟ يعني مثلا انت عجبك انسيال حريمي ايطالي عامل 4 جرام، قول له لو سمحت هو جرام الفضه كام؟ او جرام الانسيال ده كام؟ هيقول لك جرام مثلا 70 جنيه 80 جنيه، سي قال لك 80 جنيه، زائد سعر الفضه اللي هو 30 جنيه يبقى كده 110، يعني هو بيضرب في 110 تقريبا 440. دي الفكره كلها انك تسال على سعر الجرام، سعر الجرام مش سعر الفضه عامه. فلذلك اللي بيسال سؤال سعر الفضه كام النهارده انا بستنتج من الجمله دي ان هو بيبقى لسه مبتدئ في المهنه او مش فاهم في المهنه عامه، او بيحاول يعمل نفسه ان هو فاهم في المهنه. فعلشان كده انا بفهمكم صح ان السؤال ده غلط يا جماعه، ما فيش حاجه اسمها سعر الفضه، اسمها سعر الجرام الفضه كام او سعر مصنعيه كام بالظبط. سعر الذهب ممكن تسأله فيه سعر الذهب كام؟ عامل كام دلوقتي 21؟ ليه؟ عشان سعر الذهب بيختلف اليومي، السعر اليومي يختلف على طول وبيفرق، لو تختلف 10 جنيه و15 جنيه ده يفرق، كل ده يفرق. لكن في الفضه الكلام ده كله ما بيفرقش، عشان كده انا جاي اتكلم في ان سعر الفضه كام النهارده، السؤال ده مش صحيح او مش هيفرق قوي، لو حد قال لك الاجابه بتاعته مش هتفرق اصلا. انا رب اكون افدتكم، ولو حد عنده اي سؤال او حاجه عايز يقولها مفيش مشكله يكتبه في كومنت وانا هتابع معاه على طول. ومتنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك لو عجبكم الفيديو، وشكرا.